السلام عليكم. عندما نريد أن نتحدث عن الاستيطان الصهيوني في أرض فلسطين، فعلينا أن نتذكر أن الكيان الصهيوني نفسه مشروع استيطاني في الأساس، لكنه يختلف عن الاستيطان الفرنسي في الجزائر سابقا، وعن الاستيطان الهولندي والبريطاني في جنوب أفريقيا، فهو استيطان إجلائي قام على طرد السكان الأصليين وإحلال مهاجرين في مكانهم. فالاستيطان الفرنسي على سبيل المثال كان يريد استغلال الأرض ومن عليها، بينما الاستيطان الصهيوني فيهدف إلى استملاك الأرض وطرد من عليها. وهذا ما جرى عام 48 و900 وألف، عندما احتل الصهاينة الأرض الفلسطينية وهجروا أصحابها. فهل توقف الاستيطان بعد كل ما استولى عليه الكيان الغاصب، أم ازدادت شهيته لمزيد من الأرض والخيرات الفلسطينية؟ هذا ما سنجيب عنه في حلقة هذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا. صورة الكهان يبتسمون والدنيا خراب والمدى وطن حزين. فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. إذا لاحت أمام صورة الكهان يبتسمون والدنيا خراب والمدى أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، والتي نتحدث من خلالها عن الاستيطان في فلسطين من التسلل إلى السيطرة وإقامة المستوطنات واغتصاب الأرض الفلسطينية المباركة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف من رام الله الدكتور حسن خاطر، رئيس مركز القدس العالمي والخبير في شؤون الاستيطان. أهلا وسهلا بك دكتور حسن معنا في هذه الحلقة. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم وكافه المشاهدين. دكتور والمشاهدين الكرام، اسمحوا لنا ان نتابع سويا هذا التقرير ثم نعود للنقاش، فابقوا معنا. في احدث تصريح له يقول أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني في مستوطنه ادم وكل مكان فيها عمليات قتل يهود. فليبرمان هو واحد من مجموعه قيادات اسرائيليه ترى حقها في بناء المستوطنات في أي مكان وزمان تراه دولة إسرائيل. أصبح عدد الاستيطان يتجاوز 500 مستوطنة في الضفة الغربية، وتجاوز عدد مستوطنين أكثر من نصف مليون في قلب الضفة الغربية. الآن في هناك تشريع لإقامة مستوطنات مقابل القتل، كل قتل عملية قتل يهودي يتم هو إنشاء بؤرة استيطانية مكان هذا القتل. الحملة المسعورة الواضحة تجاه بناء مزيد من المستوطنات وقضم الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة جاء بناء على الضوء الأخضر الأمريكي والمتزامن مع الصمت الدولي والضعف العربي، إذ ما يصادره الاحتلال في غالبيته أراضٍ مقدسة أو لها رمزية تاريخية لدى الشعوب العربية.
الاستيطان سيطرت على 85% من أرض فلسطين، لم يتبقى للفلسطيني إلا 15%. الآن لو رجعت لل50% من الأراضي، من نسبة أراضي الضفة الفلسطينية التي يسيطر عليها الاستيطان الصهيوني، ستجد أنهم يسيطروا على 90% من موارد الضفة الفلسطينية، يسيطروا على 90% من المياه، يسيطروا على 90% من الطرقات و90% من الغابات، هي المناطق الاستراتيجية. ولا تغيب أخبار الاستيطان ولا مصادرة الأراضي عن ساحة الإعلام، إذا أن حكومة الاحتلال ترى أن ردة الفعل الأولية لأي إسرائيلي يجب أن تتجه صوب بناء المستوطنات أولاً، ثم هدم منزل منفذ العملية وتهجير عائلته خارج القدس ثانيا. وعلى ما سبق فإن الاحتلال الإسرائيلي يرى أن الاستيطان في القدس والضفة لن يغيره حال، وسيصبح مكسبا ثمينا باهظا ينتظر من يقيمه. إذن هذا ما تبدو عليه صورة الأوضاع في الضفة الفلسطينية وفي القدس المحتلة من توحش في التمدد الاستيطاني والتغول على الأرض الفلسطينية وعلى الإنسان الفلسطيني بالتالي. دكتور حسن خاطر، أرحب بك مرة أخرى معنا في هذه الحلقة، واسمح لنا أن نستعرض فكرة الاستيطان بداية في العقلية الصهيونية قبل أن نخوض في الاستيطان أرقام وإحصائيات ودلالات وكذلك في تأثيراتها على الحياة اليومية للشعب الفلسطيني. فأين موقع الاستيطان في الفكر الصهيوني لو سمحت؟ نعم، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الاستيطان هو الأساس الذي يقوم عليه المشروع الصهيوني منذ البدايات الأولى، منذ أن بدأ التفكير في يعني إقامة هذه الدولة، كان الاستيطان هو المدخل الأساسي والرئيسي لبنائها. وربما كانت التجارب سابقة حتى لوجود الحركة الصهيونية، يعني لدينا مستوطنات بنيت في القدس في عام 1855، وهناك مستوطنات بنيت في عام 1870، وهناك أيضا يعني بعد ذلك، وهذا كله قبل قيام الحركة الصهيونية. كانت هذه المشاريع يعني لنقل هي البدايات الأولى، ثم تطورت الأمور إلى أن بدأت الحركة الصهيونية في تنفيذ يعني هذا المشروع من خلال مجموعة من المستوطنات في عدد من الأماكن، سواء في شمال فلسطين أو في منطقة القدس وفي وسط يعني الأراضي المحتلة. بدأ بناء المستوطنات في صورتها الأولى، وبناء يعني عليه استمر هذا المشروع في اعتماد الاستيطان يعني كوسيلة أو كالوسيلة الأهم في استمرار وجوده. يعني دولة الاحتلال ناقص الاستيطان هي مشروع يعني يحكم على نفسه بالإعدام. لذلك إذا تلاحظون أن الاستيطان هو العمود الفقري لهذه الدولة، حتى وهي قائمة، حتى ولديها مدن يعني في الأراضي التي احتلت عام 48، إلا أن هذه الفكرة وهذا المنهج وهذا الأسلوب مستمر ويتم يعني التعامل معه بشكل أو يعطى الأولوية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة لاستكمال بناء هذه الدولة وهذا المشروع الاستيطاني. فدولة الاحتلال كلها في نهاية المطاف هي عبارة عن مشروع استيطاني. الاستيطان سر وجودها، والاستيطان هو أساس هذا الوجود، وهو الذي يعني المحور الذي تقوم عليه. ولهذا السبب هي تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية التي لا تعترف بالاستيطان أو تحارب الاستيطان والتوسع الاستيطاني. نعم. وتستمر رغما عن كل هذه القرارات في البناء وفي مصادرة الأراضي وفي التوسع بشكل مستمر ومكثف، إلى الدرجة التي وصلت إليها في هذه الأيام، وهو أن المستوطنين اليوم أصبح لهم ما يشبه الدولة في الأراضي المحتلة عام 67. يعني دولة المستوطنين اليوم أصبحت تتفوق على دولة الفلسطينيين. إذا يعني الدولة الفلسطينية غير مكتملة ودولة المستوطنين غير مكتملة، ولكن الوجود الاستيطاني للأسف على مستوى امتلاك وسائل القوة ربما أصبحت هي المهيمنة
على الوجود الفلسطيني فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية. نعم، أشكرك على هذه المقدمة دكتور. طبعا ونحن نعرف أن دولة الاحتلال ما تسمى بإسرائيل يعني أكدت ما تفضلت به من خلال تلك الأرقام المذهلة التي لاحظناها في ارتفاع أعداد المستوطنين والمستوطنات. يعني عندما نتحدث عن عدد مستوطنين يصل إلى 240 ألفا في عام 1990، فإنه الآن يصل إلى نحو 300 ألف. وعندما نتحدث عن أرقام في أعداد في الحقيقة للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، فإننا نتحدث عن ارتفاع مضطرد، وواضح أن الحكومة الصهيونية والجماعات المتطرفة تقوم من خلال العمل على مخطط متكامل من أجل زيادة أعداد المستوطنات. نعم صحيح، يعني الاستيطان قفز قفزات كبيرة وخطيرة في السنوات الأخيرة، يعني تضاعف أعداد المستوطنين كثيرا منذ مثلا أوسلو، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي إلى الآن تضاعف الاستيطان أكثر من مرة في المدينة المقدسة وفي الضفة الغربية عموما. ونحن طبعا نشاهد يعني هذا التوسع وهذه التطورات الخطيرة بأعيننا ونعيشها بشكل يومي، ونلاحظ كيف أن جبال بأكملها تم يعني احتلالها وتم مصادرة الأراضي من أصحابها وبناء عشرات المستوطنات، ويعني تسمين هذه المستوطنات بشكل مستمر ومتواصل، مع العلم أن يعني وسائل الإعلام تهتم دائما بما يجري في بعض الأماكن وعلى وجه الخصوص بما يتم الحديث عنه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية أساسا لأي اعتبار كان، مثلا بناء وحدات جديدة أو ما شابه، في حين أن ما يجري في باقي أجزاء الضفة الغربية لا يتم الحديث عنه ولا يتم تسليط الضوء عليه، ولا يعرف كثير من الناس ولا تعرف حتى وسائل الإعلام ما يجري في هذه المستوطنات. هناك بلدات يعني أو مستوطنات بأكملها تبنى لا يتم الحديث عنها ولو يعني في خبر صغير. لماذا؟ لأن الأضواء مسلطة كما قلنا على أماكن محددة، بالذات مثلا منطقة القدس ومحيط القدس، يعني غلاف القدس إلى حد ما، في حين أن ما يجري في أماكن أخرى فالصورة يعني مغيبة تماما، ولا أحد يتابع ما يجري هناك لا بالأرقام ولا بالإحصائيات ولا بالتطورات الخطيرة. نعم. التي يعني تجري بشكل مستمر ومتواصل. يعني نستطيع أن نقول أن الاستيطان لم يتوقف أصلا، يعني هو عملية بدأت وهي مستمرة متواصلة ومتسعة في وقت واحد. نعم. ولم تتوقف على الإطلاق، وما يتم الإعلان عنه بين الفينة والأخرى هو فقط ما يتعلق بما يعرف في وسائل الإعلام الإسرائيلية بالمناقصات. نعم. أو ما يتم الإعلان عنه في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى. تقصد أن ما يتم الإعلان عنه شيء، وما يعمل عليه على أرض الواقع ربما أن هناك بؤر ومستوطنات تبنى ولا يعلن عنها، تقصد؟ نعم صحيح، يعني هناك مستوطنات كاملة تبنى لا يتم الحديث عنها. أعطيك مثالين صغيرين، يعني مثلا بين مدينة سلفيت، منطقة سلفيت هذه منطقة في قلب فلسطين، هذه في قلب الأرض المقدسة، نتحدث في مركز الأرض المقدسة، غرب سلفيت منطقة هناك مستوطنة ضخمة تسمى أرائيل، معروفة هذه أكبر مستوطنات الضفة الغربية، يتبع لها ما يقرب من 21 مستوطنة في نفس المنطقة، في حين أن عدد البلدات تقريبا 20 أو 21 بلدة أيضا، يعني عدد المستوطنات في قلب فلسطين أكثر من عدد البلدات العربية الموجودة في قلب فلسطين، يعني تخيل هذا العدد. هناك مستوطنات جديدة بنيت بالكامل لم يتم الحديث عنها، بين بلدتي كفر الديك ودير بلوط مثلا، مستوطنة كاملة في موقع أثري كان يعرف باسم دير سمعان، وهذا في عام 2009 يعني أنا زرت هذا الموقع، كان عبارة عن مكان أثري تم الكشف عنه ولم يكن يوجد فيه أي بناء استيطاني على الإطلاق. اليوم هناك مستوطنة كاملة تغطي هذه المساحة الشاسعة الممتدة بين هاتين البلدتين، مشاريع ضخمة تبنى في تلك المنطقة لا يتم الحديث عنها على الإطلاق، لم تذكر ولا مرة في وسائل الإعلام.
طبعا هذا إشارة فقط، والنماذج كثيرة يعني، سواء في شمال رام الله، في منطقة سلفيت، في منطقة قلقيلي يعني إلى الشمال، هذه المناطق كلها الاستيطان يلتهمها بشكل يومي ومستمر ومتواصل، ولكن لا تتحدث عنها وسائل الإعلام لأسباب عديدة كما قلت، هي بعيدة إلى حد ما عن الأضواء، وفي نفس الوقت هناك تعتيم إعلامي، وهذه المشاريع لا يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ربما أن من بين تلك الأسباب المهمة دكتور هو أن الإعلام الفلسطيني المحلي والعربي تعود أن يأخذ ما يأتي من خلال الإعلام الصهيوني، بمعنى أن الحكومة الإسرائيلية تعلن عن بناء مثلا 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة ما، فيتلقف الإعلام العربي والفلسطيني هذه المعلومة ويبدأ بترويجها وتغطيتها، ولا يكلف نفسه بالبحث وفضح مخططات أخرى في مناطق، يعني أنا متأكد أن الناس تسمع عنها لأول مرة كما تفضلت، بين كفر الديك ودير بلوط وغيرها من المناطق. يعني ما رسالتك للإعلام الفلسطيني والمعنيين بهذا الخصوص ونحن في هذه النقطة؟ يعني أنا أتمنى من الإعلام الفلسطيني أن يصنع الخبر، يعني لا يتلقى الخبر فقط من مصادر الإسرائيلية وغيرها، وإنما هو لديه هامش الحركة، أنا في تقديري، أن يصل إلى هذه الأماكن، يستطيع أن يصورها بسهولة، ويستطيع أن يصنع الخبر هو، وليس يعني تلقي الخبر بشكل مستمر كما ذكرتم من وسائل الإعلام الإسرائيلية على وجه الخصوص. وهذه مشكلة يعني لا يفهمها كثير من الناس، أن ما يتم الإعلان عنه من بناء وحدات استيطانية في القدس وفي الأراضي الفلسطينية عموما فقط هو ما يتم نشره في وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنه وحدات يعني تحتاج إلى مناقصات في وسائل الإعلام. يعني هذه شروط لتنفيذ هذه المشاريع، أن يتم الإعلان عن هذا البناء في وسائل الإعلام 1000 وحدة أو 2000 وحدة أو 500 وحدة بغض النظر عن العدد، فتأخذها وسائل الإعلام من وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولكن هذه النسبة لا تتجاوز 30% مما يتم بنائه بالفعل في الضفة الغربية من مباني استيطانية. يعني 30% فقط هو ما يقدر أنه يتم الإعلان عنه في وسائل الإعلام، و70% هو ينفذ بشكل يعني من خلال مقاولين خاصين ومن خلال جهات خاصة لا تقتضي ولا تتطلب الإعلان عنها في وسائل الإعلام، وبالتالي لا يتم الحديث عنها. إذن نحن أمام يعني معادلة يجب أن تفهم في صورتها الصحيحة. ما يتم الحديث عنه، ما نستمع إليه في وسائل الإعلام، فقط هو يعبر عن 30% من الواقع الموجود على مستوى الضفة الغربية والمدينة المقدسة. لذلك إذا يعني نلاحظ، وكل أهل فلسطين يروا هذه الحقيقة، أن المستوطنات تتوسع باستمرار، كل المستوطنات، يعني مثلا خذ مستوطنة جبل أبو غنيم الموجودة جنوب المدينة المقدسة بين بيت لحم ومدينة القدس، هذا المكان كان فيه مجموعة من البيوت يعني والمباني الاستيطانية في عام ربما 1998، عام 1998، ثم بعد ذلك بدأت تتوسع، وسائل الإعلام تحدثت عن بضع عشرات من المباني التي بنيت في أبو غنيم، ولكن الحقيقة الآن أبو غنيم أصبحت يعني تطغى في حجمها على حجم بيت لحم، يعني أصبحت مستوطنة ضخمة وكبيرة، وكل من يسير في الشوارع المحيطة بها يرى هذا الحجم الضخم الذي وصلت إليه، ويمكن عليها أن نقيس كل المستوطنات الأخرى كيف بدأت صغيرة، تم الإعلان عن بضع عشرات من المباني في وسائل الإعلام، ولكن هناك مئات المباني التي تبنى بشكل سنوي وبشكل مستمر دون أي يعني إعلان ودون أي متابعة من قبل الجهات المعنية. دكتور، لابد أن لذلك دلالات كبيرة في الحقيقة. يعني عندما نتحدث، وأرجو أن يكون الدكتور يسمعني الآن، عندما نتحدث عن أرقام تصل، يعني المستوطنون الذين وصلت أعدادهم عام 2016 إلى 800,000 مستوطن يتوزعون على 196 مستوطنة و232 بؤرة استيطانية. هناك فرق بين المستوطنة والبؤرة الاستيطانية لعلنا يعني نستمع إليه من الدكتور. هذه تتوزع على أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بالإضافة إلى شرقي مدينة القدس، ما يسمى بالقدس الشرقية. تخيلوا معي
أن قرابة 450 مستوطنة وبؤرة استيطانية تتواجد في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، كيف سيكون الحال وكيف أصبحت الضفة بهذه التجمعات الكبيرة؟ دكتور هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم. شكرا لك دكتور. دكتور كنت أتساءل في الحقيقة بينما كنت أنتظر أن تعود معنا أو إلينا عن أن المستوطنين 800,000 هؤلاء حسب إحصائيات 2016 يتوزعون على 196 مستوطنة و232 بؤرة استيطانية. فالآن أنا أتخيل أو أحاول أن أتخيل كيف يبدو وضع الضفة الغربية المحتلة وشرق القدس بالتأكيد في وجود هذه البؤر وهذه المستوطنات، هذا عدد كبير يصل إلى قرابة يعني 430 أو ما يزيد عن ذلك من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. كيف تبدو الضفة الآن في ظل وجود هذا العدد الكبير من المستوطنات؟ يعني الضفة الغربية كما تعلمون الآن هي ما تبقى لوجود الفلسطينيين، يعني في هذه المرحلة يوجد فيها مساحات من الأراضي كانت يعني تحتمل بناء بلدات جديدة أو توسع عمراني وسكاني، ولكن سلطات الاحتلال قامت بمصادرة القسم الأكبر من هذه المساحات وعلى وجه الخصوص القمم الجبلية والمناطق المرتفعة، وقامت ببناء هذه المستوطنات عليها بشكل يعني مستمر ومتواصل. هذه المستوطنات أحجامها تختلف، حتى التركيبة الديموغرافية التي يعني جاءوا بها من هنا وهناك أيضا تختلف من مستوطنة إلى أخرى، ويعني أصبحت اليوم لها حضور بشكل كبير في الضفة الغربية. هناك يعني كثافة استيطانية لم نعرفها نحن كفلسطينيين من قبل، وأصبح لديها إمكانيات ولديها بنى تحتية ولديها يعني الكثير من أسباب القوة التي أيضا لم تكن تمتلكها في الثمانينيات مثلا القرن الماضي أول ما بدأ الاستيطان، أو في التسعينيات القرن الماضي. المستوطنات، هناك مستوطنات ضخمة وكبيرة أصبحت تنافس المدن الفلسطينية الكبيرة من ضمنها أرائيل ومعالي أدوميم وغيرها من هذه المستوطنات المعروفة، وهناك مئات أو عشرات المستوطنات التي ربما حجمها أصغر ولكن تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي. ومصادرة الأراضي هذه سياسة يعني إسرائيلية مدروسة بعناية وتنفذ أيضا باحترافية عالية وبمنطق القوة الذي لا تعرف دولة الاحتلال منطق غيره، وقد نجحت إلى حد كبير في يعني مصادرة معظم الأراضي الصالحة للبنيان والعمران في الضفة الغربية سواء في الجنوب فلسطين أو في الوسط وفي المناطق الشمالية. والآن هناك أراضي أخرى ربما لم تكن أو لم تجد المبرر أو الطريقة أو الوسيلة لمصادرتها فيما مضى، ووضعت خطط حديثة لمصادرتها كما يجري الآن شرقي المدينة المقدسة مثلا منطقة الخان الأحمر. هذه المنطقة نحن نتحدث عن حوالي 28 تجمع بدوي فلسطيني، يعني عدد سكان ليس بالكبير، ولكن هذه الأراضي واسعة جدا ويعني تصل إلى حدود مدينة أريحة. الاحتلال وضع خطط لمصادرتها يعني تهويدها وضمها إلى مشروع A1 الذي يخطط له في المدينة المقدسة. بالمناسبة دكتور، يعني ما الفرق بين المستوطنة والبؤرة الاستيطانية؟ عندما نتحدث عن 232 بؤرة استيطانية وعن 196 مستوطنة بلا شك أن هناك فرق، وهل يمكن أن تتحول البؤرة الاستيطانية إلى مستوطنة مستقبلا؟ نعم هناك فرق. المستوطنة هي التي تم يعني مصادرة أراضيها وبنائها بموافقة دولة الاحتلال، بموافقة رسمية من دولة الاحتلال، وفي العادة حجمها يعني كبير نسبيا، بمعنى أنه قانونية يعني هذه مستوطنة قانونية بين قوسين. يعني هو ليس هناك استيطان قانوني، لأن الاستيطان بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني والعرفي والديني هي كلها جرائم ضد الإنسانية وكلها عمليات سطو على أراضي الفلسطينيين وليس لها ما يبررها على كل المستويات. ولكن
في مفهوم دولة الاحتلال نعم هي المكان الشرعي الذي تم السيطرة عليه وبناء المستوطنة على أراضيه، في حين أن البؤرة في العادة يقوم بالسيطرة عليها مجموعة من المستوطنين، مستوطنة أو أكثر أو يعني مجموعة دينية أو ما شابه، يقوموا بوضع كرفانات وبيوت صغيرة في هذه الأماكن والعيش فيها وإحاطتها بالسياج، وبعد فترة يأتي ربما جنود الاحتلال يقومون بالحراسة، ثم بعد ذلك تأتي أسر أخرى وتنضم إليهم، وهكذا تبدأ بالتوسع. هذا إذا كانت في الأراضي المفتوحة، هذه تسمى بؤرة. وقد تم إصدار قانون جديد في لدى دولة الاحتلال بتبييض البؤر الاستيطانية، يعني تبييض البؤر الاستيطانية تحويلها إلى مستوطنات شرعية، وهذا ما يجري يعني في هذه الفترة اللي هو تحويل هذه المستوطنات أو البؤر إلى مستوطنات جديدة، وهي نعم. سياسة يعني للاحتلال لم تعد خافية على أحد، سياسة احتيال يمارسها الاحتلال بشكل يعني واضح ومكشوف. هذا هناك أيضا بؤر استيطانية في داخل البلدة القديمة، في داخل الضواحي القدس مثلا، في سلوان، في بيت حنينة، في العيسوية، في الطور، في كل هذه الضواحي يأتي مستوطن أو مجموعة من المستوطنين أو منظمة من منظمات الهيكل وغيرها بيسيطروا على بيت من البيوت أو على مكان محل تجاري ويتم تحويله إلى بؤرة استيطانية. وهذه البؤر يعني في البلدة القديمة هناك اليوم أكثر من 80 بؤرة استيطانية في داخل البلدة القديمة وحدها. هذه هناك مجموعة بؤر في سلوان، هناك مجموعة بؤر في يعني في أكثر من مكان، فهذه أيضا نقاط استيطانية خطيرة، هي في الأساس عبارة عن مراكز للتآمر يعني على المسجد الأقصى، على المدينة المقدسة، على السكان المواطنين الفلسطينيين. البؤر خطورتها يعني كأنها مواقع عسكرية أو مراكز للعدوان وللتخطيط وللمساس بما تبقى من الأرض ومن المقدسات ومن الفلسطينيين الموجودين في هذه المدينة. نعم، ويقتلها مجموعة من زوران المستوطنين الذين يعني لديهم أسلحة حديثة ويعتدون على المواطنين كما تفضل الدكتور. دكتور، كل ما تفضلت به، هذا الاستيطان أسس لآلية ما للتحكم في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يعني حياة الفلسطيني الذي يعيش بين وسط كبير من المستوطنات، تقطع طرقه، تستغل مياه الشرب، وبالمناسبة المستوطن الصهيوني يستغل 6 أضعاف ما يحتاجه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض من المياه على سبيل المثال، الطرق والتنقلات والحركة كل هذا أصبحت يعني مختلفة تماما عما كانت عليه قبل استشراء هذه المستوطنات. كيف تبدو حياة الفلسطيني وسط هذه المستوطنات والبؤر الموجودة؟ يعني في البداية لابد من الإشارة إلى أن المستوطنين في هذه الأيام لم يعودوا مجموعة من اليهود أو المحتلين الذين يعيشون فوق الأراضي الفلسطينية فقط، بل هم عبارة عن تنظيمات دينية وسياسية خطيرة جدا ومتطرفة جدا. وربما يعني جميعا تابعنا مجموعات تدفيع الثمن، هذه المجموعات التي قامت بحرق المساجد وحرق الكنائس وقتل يعني عدد من السكان وتخريب الكثير من الممتلكات ومن ضمنها السيارات والبيوت وغير ذلك، فهؤلاء موجودين بشكل منظم ولديهم يعني أهداف ولديهم سياسات ولديهم تمويل ولديهم حخامات ومرجعيات دينية يصدرون لهم الفتاوى ويحرضونهم على المساس بالفلسطينيين وأمن الفلسطينيين بشكل مباشر، وقد يعني قاموا وما زالوا يقوموا إلى غاية هذا اليوم بقطع الطرق في كثير من الأماكن، يعني مستوطنة هتسار شمال حوارة أو جنوب نابلس، هذه المستوطنة معروفة باعتداءاتها المستمرة وعدوانها المستمر على أهالي البلدات المجاورة بورين وحوارة وغيرها، ويقوموا بقطع الطرق، بإحراق المركبات، بالاعتداء حتى على المواسم، موسم قطف الزيتون وغير ذلك من هذه الأمور. وبالتالي المستوطنين هؤلاء يتحولوا مع الوقت إلى مجموعات من المتطرفين المستعدين للقتل بدون أي سبب. وقبل فترة من الزمن حتى جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بإخراج أعداد منهم من المغر والكهوف الموجودة في منطقة نابلس، يعني وكانوا عبارة عن تنظيمات كالهبز، يعني لهم شعور ولهم
يعني أشكال معينة ومسلحين وجاهزين لارتكاب كل أنواع الجرائم. فالمستوطنين أنا في تقديري هم يعني سيكونوا الواجهة الأولى التي يعني يكون على شعبنا أن يواجهها للدفاع عن نفسه وعن حقوقه وعن مقدساته، لأن هؤلاء يتم تربيتهم تربية مخيفة وتربية متطرفة وتسميم يعني أفكارهم المسممة أصلا وتحريضهم بشكل ولذلك دائم هم خطر ومستمر للانتقام من الفلسطينيين ومن ولذلك هم البلاد. خطر يومي دكتور على المواطن الفلسطيني بالإضافة لاستغلال أرضه وخيراته كذا. اسمح لي دكتور في سؤال أخير، يعني الوقت مر سريعا في الحقيقة وهناك العديد من الأسئلة المهمة، لكن من ضمن محاولة شرعنة هذا الاستيطان والوجود الصهيوني في القدس والضفة الغربية وفلسطين هو اللجوء هذه الجماعات الصهيونية الاستيطانية المتطرفة إلى شرعنة وجودها من خلال اللجوء إلى ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية. هذه المحكمة التي تشرعن هذا الوجود، وقد لجأوا إليها مؤخرا جماعات متطرفة وكلها متطرفة بالمناسبة، لجأت طلبا لأن يسمح لها بالصلاة بين مزدوجين في بعض الأماكن في المسجد الأقصى المبارك وفي بعض الأوقات كذلك. والمحكمة تنظر الآن وتطلب كما تفضلت في حديث سابق معك، تطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تسوغ عدم السماح لهم بهذه الإجراءات، بمعنى أن المحكمة مبدئيا هي موافقة. ما خطورة ذلك دكتور؟ يعني هذا من المواضيع الكبيرة والخطيرة التي يفترض أن تجد مساحة واسعة في الإعلام العربي في هذه الفترة بالذات، في هذه الأيام التي نحن فيها. هذا تطور خطير، قفزة خطيرة من قبل يعني أدوات التهويد لدى الاحتلال ومن ضمنها المحكمة العليا الإسرائيلية التي كما ذكرتم يعني تقدم لها يعني مجموعة من منظمات الهيكل أو من جماعات الهيكل تطالبها بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى. فوجهت المحكمة العليا خطاب إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى مكتب نتنياهو بشكل مباشر ووزير الداخلية الإسرائيلي والشرطة تطالبهم فيها بالإجابة عن المبررات، يعني ما هي مبرراتهم في منع اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى. وكما ذكرتم يعني هذا وكأنه ضمنيا يحمل موافقة المحكمة على هذه الصلاة، وإذا ويتوقع أن توافق المحكمة وأن تجيز صلاة اليهود في المسجد الأقصى، بمعنى أن تعطيهم الحق في المسجد الأقصى كما أن للمسلمين الحق في المسجد الأقصى. ومعنى هذا الكلام يعني خلط خطير للأوراق وتجاهل للحقائق الكبرى المتمثلة في هوية المسجد الأقصى المبارك. وأنا أظن بأن مثل هذه الخطوة ستفتح أبواب جهنم على الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا يفترض أن يكون هناك مواقف للعرب والمسلمين في العالم. المسجد الأقصى اليوم على أبواب التقسيم، ليس الزماني فقط، لأن التقسيم الزماني طبق على مدار السنوات الماضية. اليوم المسجد الأقصى على أبواب التقسيم المكاني، التقسيم الجغرافي. هذا موضوع خطير أنا في تقديري يعني يحتاج إلى وقت واسع، يحتاج إلى كلام كثير وكبير، وأن يتم الاهتمام والتنبه لهذا الخطر قبل أن نفاجأ بقطعان المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لأداء الصلاة كما يقتحمون الآن حائط البراق وساحة البراق. فهذا موضوع يعني جدا خطير، ومبررات الحكومة الإسرائيلية في منع هذه الصلاة التي تزعمها المحكمة العليا عندهم هي مبررات أمنية فقط، هي مبررات أمنية، بمعنى هو خوفهم من ردود الفعل من موقف الشارع المقدسي والفلسطيني عموما. إذا انتفى هذا الخوف الأبواب مفتوحة، نعم، وليس هناك أي وازع آخر. نحن نريد أيضا أن يكون هناك وازع عربي وإسلامي، أن يخاف اليهود من موقف العرب والمسلمين، نعم، في هذه القضية الخطيرة والتي هي على أشكرك دكتور يعني على هذا الأبواب التنويه. الآن أشكرك جزيلا على هذا التنويه وهذا الاهتمام بهذه القضية، وأعدك وأعد المشاهدين الكرام بطرحها إن شاء الله في حلقات قادمة لمزيد من النقاش والتحليل. شكرا دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس العالمي، كنت معنا مباشرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. بالمناسبة أنا أريد أن أعلق فقط تعليق قصير على لجوء هذه الجماعات المتطرفة والاستيطانية إلى ما يسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية. طبعا هذا اللجوء هو بإعاز من الحكومة الإسرائيلية
من أجل الحصول على قرار من المحكمة. طبعا هم يحتاجون ذلك ليس لأنهم لا يستطيعون أن يدخلوا إلى هذه الأماكن والمسجد الأقصى بالقوة، هم يستطيعون أن يفعلوا ذلك وما يجري من سنوات، وهذا بالفعل يعني يدخلون بحماية الشرطة وجنود الاحتلال ويقيمون صلواتهم ثم يخرجون وسط حالة منع للمصلين المسلمين، لكن هم يحتاجون ذلك من أجل القول للعالم، وهذا في الخطاب الإسرائيلي مع العالم، إنه هناك محكمة، نحن دولة ديمقراطية والمحكمة حكمت لهم وسمحت لهم بالدخول، فلا نستطيع كقوة تنفيذية في الشرطة وفي الجيش إلا أن نحمي هؤلاء المستوطنين وهذه الجماعات الدينية من أداء طقوسها وصلواتها. لكن الذي يعرفه الاحتلال ويتناساه هو أن هذه القوانين لن تحمي من الشعب الفلسطيني ولا تعني للشعب الفلسطيني شيئا. شارون عندما دخل عام 2000 واشتعلت الانتفاضة الفلسطينية هي ذاتها الأسباب التي ستكون وراء اشتعال انتفاضة فلسطينية جديدة، وهي مشتعلة في الحقيقة منذ فترة طويلة، تخبو وتنطفئ ثم تشتعل مرة أخرى. كل ذلك لا يعفي الاحتلال الصهيوني من المسؤولية أمام الشعب الفلسطيني، وسواء أصبح هذا القرار مشرعنا من خلال قرار أو حكم للمحكمة العليا الإسرائيلية أو لم يكن مشرعنا، بالنسبة لنا هو أمر سواء وأمر واحد، لا اختلاف بين الأمرين إذا كان مشرعنا أم غير مشرعا، كما أنه لا اختلاف بين بؤرة استيطانية يسكنها زعران مستوطنين وبين ما يسمى بمستوطنة بالمعنى المكتمل قانونيا عند الاحتلال الصهيوني. كلها بالنسبة لنا أماكن وأهداف لشعبنا الفلسطيني وهي أراضيه الحقيقية والأصلية. لذلك لن يستفيد الاحتلال من هذه الإجراءات إلا في تبييض وجهه أمام العالم والقول بأننا دولة ديمقراطية تسمح للجميع على حد سواء للمسيحيين والمسلمين واليهود بأداء عباداتهم وطقوسهم، أما بالنسبة لنا فلا تعني سوى أنها ستكون وقود لثورة حقيقية في وجه الاحتلال الصهيوني، والنصر إن شاء الله حليف الشعب الفلسطيني في القدس وفي الضفة. ألتقيكم بعد فاصل قصير وباقي فقراتنا، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في زهرة المدائن. الاستيطان في مدينة القدس يبتلع هذه المدينة المقدسة ويحاصرها من كل جانب في محاولة لخنق أنفاسها الطاهرة المباركة، فلنتابع ماذا فعل الاستيطان بهذه المدينة. الاستيطان. يمثل الاستيطان الصهيوني في القدس سرطانا توسعيا يبتلع ما يزيد عن 112,000 دونم، أقيم فوقها 29 مستوطنة. بعد عام 67 باشر الكيان الصهيوني بحصار مدينة القدس بضرب طوق من المستوطنات التي أقيمت على أنقاض الأحياء الفلسطينية التي دمرها، في محاولة لإلغاء الوجود العربي وإخلاء القدس من أهلها وإحلال أغلبية يهودية مهاجرة. ارتبط الاستيطان بكثافة بشرية لليهود وعملية طرد وتهجير للمواطنين العرب، إضافة إلى استخدام العنف والقوة وتدمير المنازل لضمان السيطرة وتثبيت الواقع. يحظى الاستيطان الصهيوني في القدس على تأييد كبير من كافة القوى السياسية في إسرائيل وتأييد ودعم من يهود العالم. القوانين الدولية تدين الاستيطان في الأراضي المحتلة بكافة أشكاله وتعتبره عملاً غير شرعي. القرار 1334
الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة أدان الاستيطان وطالب بوقفه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. بلغ عدد المستوطنين الصهاينة في القدس قرابة 500,000 بزيادة تصل إلى 3 أضعاف عن العام 67، وهو ما يعد فشلاً ذريعاً لاتفاقية أوسلو وعملية السلام. ويبقى الاستيطان سرطاناً يهدد القدس وإسلاميتها وعروبتها. ومن مدينة القدس والاستيطان هناك إلى فقرة أخرى، حكاية مدينة ويافا عروس البحر، فلنتعرف عليها. يافا، يافا عروس توسدت على كتف البحر الأبيض المتوسط وارتبطت بالجمال والعراقة، فضربت جذورها في عمق الأرض، قلوبنا ترحل إليها وعقولنا تتطلع لفك أسرها. تقع مدينة يافا على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى الجنوب من مصب نهر العوجة، وتبعد عن مدينة القدس 60 كيلومتراً. احتفظت يافا باسمها الجميل منذ العصر البرونزي، حيث سماها الكنعانيون يافا، والتي تعني الجميلة أو المنظر الجميل. غزاها الفراعنة والآشوريون والبابليون والفرس واليونان والرومان، ثم فتحها القائد الإسلامي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخضعت لكل الممالك الإسلامية. دخلت يافا الحكم العثماني منتصف القرن 16، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى أصبحت يافا تحت الانتداب البريطاني. لعبت مدينة يافا دوراً مميزاً ورياضياً في الحركة الوطنية ومقاومة المحتل البريطاني من جهة، والصهاينة من جهة أخرى. من يافا انطلقت ثورة 1920، ومنها بدأ الإضراب التاريخي الذي عم البلاد كلها عام 1936. سقطت في أيار عام 1948 في يد العصابات الصهيونية. بعد سقوط المدينة جمع الصهاينة أهالي يافا في حي العجمي وأحاطوه بالأسلاك الشائكة، وجعلوا الخروج والدخول من الحي بتصريح من الصهاينة. قدر عدد سكانها عشية النكبة ب72,000 نسمة. ضمت يافا 7 أحياء رئيسية هي البلدة القديمة وحي المنشية وحي العجمي وحي رشيد وحي النزهة وحي الجبلية وحي هريش. جعلها موقعها وميناؤها تشتهر في التجارة الداخلية والخارجية. اشتهرت يافا بصناعات أهمها صناعة البلاط والإسمنت والسجائر والورق والزجاج وسكب الحديد والملابس والنسيج، كما اشتهرت بالبساتين وبيارات الحمضيات التي كانت تصدر إلى أوروبا، واشتهرت كذلك بصيد الأسماك. ومن أهم معالمها جامع يافا الكبير ومسجد حسن بك وكنيسة القلعة والحمامات القديمة والمزارات مثل مزار طامينة ومزار الوليين الشيخ إبراهيم العجمي والشيخ مراد. ومن ساحاتها ساحة الساعة، وكان يطلق عليها أيضا اسم ساحة الشهداء وساحة العيد. خضعت يافا للتهويد بأشكال مختلفة، منها تغيير المعالم والأسماء والآثار العربية والإسلامية واستبدالها بمعالم وأسماء عبرية، إضافة إلى تغيير طرازها المعماري من خلال هدم جزء كبير من المباني القديمة والقرى والأحياء المهجرة. يافا
عروس البحر، احتلها غاصب وسكنها غريب، وستعود حرة عما قريب. أذكر يوما كنت بيافة، خبرنا خبر عن يافة، وشراعي في ميناء يافة، يا أيام الصيد بيافة، نادانا البحر ويوم. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. أشكر فريق العمل معي في هذه الحلقة، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.